بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي عين على البرلمان. حلقتنا النهاردة من محافظة تعد من كبرى محافظات وادي النيل. هذه المحافظة كبيرة بمقاومتها الصناعية والزراعية وأيضا التجارية والأيدي العاملة الموجودة بهذه المحافظة. رغم تعداد سكانها البالغ نحو 5 ملايين نسمة، إلا أنها تمكنت في عام 2006 أن تحصل على المرتبة 11 من بين محافظات وادي النيل من حيث جودة الحياة وأيضا رقي مستوى الخدمات. المحافظة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة هي محافظة المنوفية. النهاردة هيسعدنا أن يكون معنا محافظ المنوفية هشام عبد الباسط. النهاردة هنعرف منه كل ما يدور داخل أروقة هذه المحافظة من مشروعات تجارية والمشاكل التي يعمل عليها المحافظ من أجل المواطن المنوفي، وأيضا هناك العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تقوم المحافظة بالعمل عليها من أجل رقي المواطن في محافظة المنوفية. مرحب بحضرتك يا سيادة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب وعام سعيد إن شاء الله، ونتمنى لحضرتك مزيد من التوفيق. كل سنة وحضرتك طيب وكل الناس بخير وأهل المنوفية ومصر كلها بخير. خلينا نبدأ مع حضرتك بالقرارات الأصعب. عارفين حضرتك توليت تقريبا منذ عامين تقريبا مسؤولية محافظة المنوفية، كان في قرار صعب وكان هو تقريبا القرار الأصعب، بأن كان في تقريبا 71,000 فدان تمت إزالتهم وعلى الطريق الصحراوي، وحضرتك بدأت فيهم منذ أن كنت رئيسا لمدينة السادات وأنهيت هذا القرار بعد ما حضرتك توليت المحافظة. القرار ده كان الأصعب تقريبا في ضمن القرارات اللي حضرتك اتخذتها. عايزين نعرف تمت إزاي، وهل في ضغوط تمت على حضرتك لمنع هذا القرار؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو ما كانش قراري. هو الحقيقة إن إبان ثورة يناير 2011 حصل تعدي على أرض مملوكة لوزارة الإسكان في نطاق مدينة السادات، وهي أرض توسعات عمرانية مش أرض زراعية. تم إزالة الأرض دي في أول مرة في شهر 5 وأوائل شهر 6 2011، كانت بمساحات صغيرة، تعدى عليها بعض البدو و بعض رجال الأعمال من ذوي النفوذ والسلطة في ذلك الوقت. ثم عادت تلك التعديات مرة أخرى في يعني شهر 5 أو 4 2012. ثم اجتاحت تلك الأراضي بالكامل إلى أن وصلت 71,000 فدان بالكامل في نطاق مدينة السادات من الطريق الصحراوي حتى وصلت إلى يعني مطار البريجات تقريبا في حدود محافظة البحيرة. الحقيقة ان الارض دي كانت هدف يعني في الازالة بتاعتها بداية من السيد رئيس الجمهورية وفي ذلك الوقت المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. مش انا اللي خدت القرار، لا، ولكن هي القصة ان الـ الارض كان ازالتها شيء صعب جدا. الحقيقة الارض مملوكة لوزارة الاسكان، وانا بوصفي رئيس المدينة فأنا مسؤول عن إزالة تعديات أي تعديات تقع على أملاك الدولة العامة أو الخاصة. والحقيقة أن جهاز تنمية مدينة السادات التابع لوزارة الإسكان برضو بذل مجهود كبير جدا علشان يزيل معايا هذا التعدي الصارخ، ولكن كل جهودنا كانت بتبوء بالفشل في فترة الإخوان. وحصل يعني ضغوط كثيرة جدا في ذلك الوقت حتى لا يتم إزالة هذه التعديات. ضغوط لعدم حتى تنفيذ هذه التعديات. ووصل الأمر إن هم حاولوا يعني يقننوا أوضاع من تعدوا على هذه الأرض بالفعل بطرق عديدة جدا جدا جدا. يعني يمكن برنامج حضرتك الكريم مش هيتسع إن احنا نحكيها، إنما حصلت ضغوط كثيرة جدا جدا. الى ان طبعا انا ظللت يعني كمسؤول قدام ربنا قبل اي حاجه تانية، احاول بكل ما املك انها تزال، لان انا كنت ارى ان هيبه الدوله يعني بتسقط. والارض تم اجتياحها بالكامل وتم بناء عليها فيلات وابيار اتدقت وزراعات بتتصدر كمان لبره والدوله لا تاخذ مستحقاتها، وأصبح المتعدين يتعاملوا مع الأمر على أنه الواقع وأن الدولة يعني مجبرة على أنها تقوم بتقنين هذا الوضع.
طبعا لا شك ان كان في ضغوط كثيره سواء من المتعدين نفسهم، لان كان منهم ناس لهم نفوذ شديد جدا، ومن الدوله في وقت الاخوان ان تقنن هذا الوضع الخاطئ بشتى الطرق، لان كان في طبعا عدد من قيادات الاخوان نفسها من المتعدين على مساحات ضخمه من هذه الارض، الى ان بدات بعد ثوره 30/6/2013 اعاود الكره تاني في طلب الازاله. والمهندس ابراهيم محلب كان وزير الاسكان، وهذه الارض كانت مملوكه لوزاره الاسكان، وكان الرجل يحاول معي في هذا الامر، الى ان تولى رئاسه الحكومه وعرض الامر على السيد رئيس الجمهوريه الذي امر بازالتها فورا. فبدات الازاله بالفعل يوم 1/2/2015 قبل ان اتولى محافظ بسته ايام. والحقيقه ان كان الامر شديد الصعوبه، اكيد الفضل فيه لربنا سبحانه وتعالى الاول، ثم لقواتنا المسلحه وقوات الشرطه، ووزاره الاسكان امدتنا بالمعدات ووقفت وقفه جيده جدا معانا. الامر كان قاسي وصعب، لان المتعدين كانوا يعني مر عليهم اكثر من 4 سنوات في هذه الارض، زرعوا وبنوا وتأقلموا وكان يحميهم كثيرا من البدو من الخارجين على القانون، وهم كان معهم اموال طائله صرفوها على الارض دي عشان يحولوها الارض زراعه، وبداوا يبقى في انتاج وحاجات زي كده. فلا شك ان المقاومه كانت عنيفه جدا جدا جدا. استمرت حمله الازالات من 1/2، وانا توليت محافظ يوم 7/2، وكملنا الحمله حتى انتهت تقريبا يوم 16/2. كنا ازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى كل التعديات الواقعه على 71,000 فدان، واعادتها مره اخرى للجهه المالكه في الدوله وهي وزاره الاسكان. ولا يفوتني طبعا ان انا اقول ان الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، يعني هذا الزميل العزيز، كان يعني يتابع الامر بنفسه وامدنا بمعدات ممكن جمعها من كل المدن العمرانيه الجديده في ذلك الوقت، حتى تكون الحمله لا يوجد لها يعني احتمال للفشل. انما طبعا الفضل لله اولا واخيرا لقواتنا المسلحه والشرطه، يعني حتى وان كنت نجحت في هذا فنجاحي كان مرهون بان يكون كل دول على تكاتف اجهزه الدوله فعلا كلها، هي دوله تكاتفت. ويمكن ماشي، انا يمكن اكتر واحد يعني تحملت الصدمه وتحملت التهديدات، ووزاره التهديدات حتى وقت قريب يعني تاتي الي لان هو في ممالك هدمت وفي اباطره يعني سقطت عروشهم، فمن الطبيعي ان ده يحصل. يعني من الطبيعي ان واحد مثلا تعدى على 2000 فدان، مش بيتعدى على مثلا على مساحه صغيره و2000 فدان وزرع وعمل ابيار وعمل قصر وحمامات سباحه وما الى ذلك، وفجاه يلاقي نفسه ما فيش حل خالص. يعني طب انت متعدي، يعني انت اساسا ماشي خطا اساسا. لكن طبعا حصل مقاومه شديده، وحصل وبرضو اخص بالذكر وبالشكر يمكن 2 كانوا لازم الواحد يشكرهم او 3 اذا صح القول. يعني اخص بالشكر اللواء توحيد توفيق، كان رئيسا للقائده المنطقه المركزيه في ذلك الوقت، واللواء ايمن عامر. الحقيقه يعني كان جهد غير عادي في هذا الوقت. واخص بالشكر اللواء ممتاز فهمي مدير امن المنوفيه في ذلك الوقت، وهو كان رجل برضه يعني قاتل معي ببساله شديده جدا. واخص بالذكر واحد ما قاتلش اثناء دي، ولكن قاتل معي ايام ما كانت لسه التعديات بدات، المهندس اشرف عبد الرحمن رئيس جهاز الفيوم حاليا، وكان في ذلك الوقت يشغل رئيس جهاز تنميه مدينه السادات، وكان يرفض معي تقنين الارض ببساله امام الضغط الشديد جدا اللي كان بيقع علينا من الدوله في وقت الاخوان. يعني انت حضرتك بنتكلم على 71,000 فدان تقريبا، يعني شبه مدينه تقريبا اقاموا عليها. طبعا مليارات 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 بمعنى كلمه مليارات، يعني ارقام فلكيه يمكن، يعني مش يعني
حاجه توصل ل 160 مليار 150 مليار تقريبا يعني. طب يا فندم عايزين حضرتك تكلمنا على قضايا الفساد اللي حضرتك احلتها للنيابه العامه في مختلف المجالات، في الاسكان وفي الميه وكروت الخبز، عايزين حضرتك تكلمنا على ما تم تحويله مؤخرا. هو طبعا يمكن اول تكليف للسيد رئيس الجمهوريه للساده الوزراء والمحافظين ان مقاومه الفساد، وهو سيادة الرئيس كان واخده هدف رئيسي، لان هو يرى ان هو طبعا دي حقيقه مش يرى بس، ان كل تنميه في الدنيا يقوضها الفساد، يقوضها وجوده يعني. فسيادة الرئيس يمكن اول تكليفاته لينا كمحافظين بجانب طبعا التكليفات الاخرى يعني هي مقاومه الفساد. المنوفيه هنا شانها شان اي محافظه في مصر، ان بها جزء لابد ان يكون في فساد اكيد. الحقيقه الحمد لله يمكن الفتره اللي هي العامين اللي حضرتك اتكلمت عنهم دلوقتي يمكن وفقنا بفضل الله كتير جدا، مش وحدي طبعا يعني، اشكر طبعا هيئه الرقابه الاداريه لانها يعني كانت تتكاتف معي بشكل غير مسبوق في قضايا كثيره جدا وقضايا ضخمه، يمكن القضايا اللي وصلت هنا في المنوفيه الى يعني مئات الملايين تم ضبطها، وده بجانب طبعا الانحراف الاداري في موظفين والانحراف بسلطه الوظيفه، فيعني اخذنا الامر بجديه شديده جدا، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا كتير جدا جدا. كل المجالات طالها شيء من الفساد، الادارات الهندسيه في الوحدات المحليه المختلفه، بعض عمليات مياه الشرب والصرف الصحي، بعض اعمال وزاره الاسكان، يعني تقريبا كل قطاع كان فيه حاجه بنسبه يعني. انما في النهايه ان نقدر نقول ان تقلص كثيرا الفساد، لكن ان ينتهي يعني يحتاج الى كثير من الجهد، ولكن هذا امر ليس مستحيلا بتوفيق الله يعني ان شاء الله. هو طبعا القياده السياسيه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك ذكرت يعني مكلف جميع اجهزه الدوله، وادينا بنشوف يعني ناس في مستشارين وناس في يعني اجهزه سياديه، ما فيش حساسيه لاي منصب. ويمكن يعني برضو المهندس شريف اسماعيل يعني يمكن في كل قضيه بيتابعها بنفسه، يعني انا بتكلم عن نفسي انا في المنوفيه هنا، وطبعا اكيد باقي الزملاء نفس الكلام، وعمر الراجل ما يعني تدخل في يعني لصالح اي حد، بل على العكس كان بيسعد جدا وكان بيطلب فورا ملخص للقضيه يقراه بنفسه ويناقشنا فيه. يعني الحقيقه الدوله منظومه من بدايه من السيد رئيس الجمهوريه ثم السيد رئيس الوزراء ثم الاجهزه الرقابيه هيئه الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات برضه بيبذل مجهود كبير برضه في هذه المرحله برضه فيما يخص يعني من المراجعه الماليه وما يكتشفه من بعض المخالفات او الجرائم الماليه. الحقيقه هي منظومه، والنيابه العامه الحقيقه برضه النيابه العامه لابد ان نتحدث على انها قراراتها صارمه، يعني انا بتكلم عن المنوفيه هنا طبعا وهي النيابه العامه على مستوى مصر، لكن الحقيقه يعني كان في قرارات فعلا صارمه جدا وحاسمه جدا. يمكن حضرتك بتقول اخر حاجه، احنا يمكن عندنا الشهر اللي فات عندنا حبس مدير الاداره الهندسيه لاحد مراكز المحافظه لتلاعبه في تراخيص، ومن قبله على طول حبس اثنين مهندسين والمقاول في انشاء وحده مرور الباجور لانها كانت مخالفه للمواصفات. فالحقيقه النيابه العامه تتخذ القرارات التي تواكب الحسم المطلوب ليكون هناك رضا عام، فهي منظومه كامله يعني ما نقدرش نشكر حد فيها معين، لكن كل الاجهزه شعر بقيمه المسؤوليه في هذا الامر، فبتاخد الامر بقوه وبتحس ان ده مالي اللي بيتسرق، بتحس ان دي دولتي اللي عايزه تقوم وتنهض وتنمو. فيعني الحقيقه يعني انا هو ده اللي مطلوب يا شنبي دلوقتي، ان زي ما بقول لحضرتك كده القياده السياسيه وجميع اجهزه الدوله بتعمل النهارده لمحاربه الفساد. النهارده بنحاول في تنميه، ما ينفعش يبقى في تنميه النهارده ومن ناحيه ثانيه في فساد. ده دور برضو حضرتك وانتوا بتساعدوا كل الساده المحافظين والساده الوزراء كلهم في مجاله لا يقصر في هذا. تمام. طب يا فندم
جزء من اللي تعرضت له حضرتك لمحاربتك للفساد كان العديد من حملات التشويه. عايزين نعرف مين اللي كان ورا حملات التشويه دي، والهدف منها كانوا عايزين ايه منها؟ لا، هو دعنا حضرتك من مين اللي كان ورا حملات التشويه. انما طبعا يعني اي حد بيقاوم اي شيء غلط في الدنيا او بيقاوم فساد زي الحال اللي احنا فيه، لابد ان ينال منه يعني نصيبا من هذا. يعني لازم يحصل حملات تشويه، حملات تهديد، حملات تخويف. الفكره انك لا، ان هذا كله لا يثنيك عن واجب وهدف يعني رئيسي في حياتك الوظيفيه، ان انت اديت مؤتمنا على محافظه بالكامل، حلفت اليمين امام السيد رئيس الجمهوريه ان تحافظ على هذه المهمه بكل امانه وصدق. ربنا هيحاسبك على كل كبيره وصغيره يعني في فتره عملك. فالهدف ده اسمى من ان الانسان ينظر الى ما يعني قد يناله من تشويه وغيره. وده على مر العصور. يعني لو حضرتك دورت كده على مر العصور، طبعا ونحن لا نشبه نفسنا بالانبياء، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الانبياء والعظماء قذفوا نتيجه ان هو كانوا مصلحين. احنا طبعا لا نرقى الى هذه المرحله تحت اي مسمى، ولكن مرحله اصلاح اي امر لابد ان ينالك من الناحيه الاخرى، من المفسد او من صاحب المصلحه التي لم تنتهي، او من صاحب الغرض الذي لم يستطيع اتمامه. اكيد الهدف ان هو بيحاول يقص الشخص ده، بيتم اقصاءه بحيث ان هو يقدر يكمل في الفساد بتاعه. طب هشام، عايزين نكلم حضرتك على اهم المشروعات اللي بتقوموا فيها في المحافظه. والله الحقيقه المحافظه ولله الحمد خلال السنتين دول يعني نالت حظا كبيرا جدا من المشروعات. ويمكن انا مش عايز اقول بقى يعني اتكلم عن محافظه المنوفيه، لكن انا عايز اقول ان يعني لكل الناس ان السنتين ونص اللي فاتوا من اول ثوره 30/6 ثم تولي السيد الرئيس، هي مشروعات يعني ما كناش نحلم انها تحصل. لازم نعترف بده، وان الدوله اولت اهتماما كبيرا بدايه من السيد رئيس الجمهوريه ثم الحكومات المتعاقبه، حكومه المهندس شريف اسماعيل ومن قبلها المهندس ابراهيم محلب. الحقيقه دخلت في صلب موضوعات كبيره جدا جدا، كانت بتؤخذ هذه الموضوعات على الهامش، منها مثلا الصرف الصحي. فمثلا الصرف الصحي هنا في محافظه المنوفيه، انا اقدر اقول لحضرتك دلوقتي واحنا في خلال عامين، انا جيت لقيت الصرف الصحي قرى المنوفيه 315 قريه. ال 315 قريه يغطى منها نسبه الصرف الصحي 17.8%، ودي حاجه محدوده جدا. واحنا بنتكلم على فتره زمنيه تبدا من عام 2005 حتى تولي الحكم عام 2015. يعني كل العشر سنين دي 17%. انا اقول لحضرتك دلوقتي ان احنا في خلال العامين 2015 و2016 اتممنا 41 مشروع، كويس جدا. وان شاء الله عام 2017 هيكملوا حوالي 53 مشروع، كويس. انا دلوقتي نسبه تغطيه المحافظه بالصرف الصحي وصلت ل 37%، وده رقم كبير جدا في خلال سنتين كانش ممكن يحصل. مش هو الامل او المرجو اكبر من كده، لكن لابد ان نؤكد ان النسبه دي يعني فيها كثيرا من الامل، لكن عندنا الحلم اكبر. حاجات تانية بقى كتير اتعملت في المحافظه غير الصرف الصحي والماء الشرب. يمكن انا الحاجه اللي بفتخر بيها جدا جدا المستشفى العسكري المدني. اما توليت مسؤوليتي في شهر 2/2015 تقدمت بطلب للقوات المسلحه لانشاء مستشفى عسكري مدني بمدينه شبين الكوم العاصمه، نظرا لان انا لقيت الخدمات الصحيه عندي ما هياش المرضيه بالنسبه لي. ومحافظه عملاقه زي محافظه المنوفيه
يمكن نقدر نقول ان نص علماء مصر تقريبا من هذه المحافظه وسياسيها واقتصاديها وزعماء الدوله وحاجات كثيره جدا يعني لا يليق ان خدماتها الصحيه تبقى بهذا المستوى يعني مش معنى كده ان الصحه ما بذلتش مجهود في انها تحسن اداء خدماتها لا انا يعني جيت لقيت الخدمات غير مرضيه تماما نقدر نقول دلوقتي انها اتحسنت كتير لكن كانت محتاجه مزيد فلما تقدمت بالطلب الحقيقه قواتنا المسلحه زي ما حضرتك عارف يعني تلقت الامر بشده من الترحيب والحفاوه وبالفعل تم بناء المستشفى العسكري وهي انتهت بالكامل دلوقتي انا بكلم حضرتك وهي في طور التجهيز وان شاء الله التجهيز هيكون يعني خلال الاشهر القادمه دي الافتتاح بتاع المستشفى العسكري يعني اتعملت فتره وجيزه فعلا اتعملت تقريبا في سنه ونص بالكامل كويس جدا الحاجه الثانيه الاجمل يعني والاعظم اني اثناء ده تقدمت بطلب جديد للقوات المسلحه لانشاء ثلاثه معاهد عسكريه مدنيه متخصصه طبيه بجوار المستشفى لتصبح مجمع طبي متكامل واستجابت على الفور القوات المسلحة فاقترحت إنشاء معهد متخصص للكبد ومعهد متخصص للكلى الصناعية ومعهد متخصص للأورام تلاقيهم قالوا لحضرتك بقى أنت كل شوية بتطلب لا بنوافق كل شوية بتطلب كل لا إحنا والله القوات المسلحة ما بتقول لحد لا طالما إنه لتنمية بلدها يعني على فكرة حضرتك يمكن كلمة يد تبني ويد تحمل السلاح على فكرة مش هي القوات المسلحة اللي أطلقتها على نفسها ده الشعب اللي أطلق هذه العبارة على القوات المسلحة وهي عبارة عميقة جدا في مفهومها هي دي حقيقة هو بيحمل السلاح ويدافع عنك ويكافح إرهاب زي ما حضرتك شايف بكل بسالة وصمت هو والشرطة ومع ذلك هو يبني كل المشروعات العملاقة في مصر زي قناة السويس وغيرها والطرق واللي حضرتك شايفه من تطور أنا بقول لحضرتك أنا كمصري قبل أن أكون محافظ ما تم إنجازه خلال العامين ونصف دول وأنا عضو في هذه الحكومة لم أكن أتخيل يوما ما أنه يحصل بهذه الكفاءة وفي هذا الوقت وفي هذا الزمن الحقيقة القوات المسلحة وافقت فعلا على إنشاء هذه المعاهد الثلاثة ودي هتبقى معاهد متخصصة أورام وكبد وكلى كده عايز أقول لحضرتك ان معهد الكلى المزمع ان شاء الله انشاؤه لعلاج العسكريين والمدنيين من ابناء المحافظه انا عندي 103 ماكينه غسيل كلوي على مستوى المحافظه في مستشفياتها العامه والمركزيه المعهد ده فيه 100 مكنه لوحده يعني شوف بقى حضرتك انت اضفت الخدمه الطبيه في امر مثلا 100% فضلا بقى عن اجهزه كثيره متطوره منها تفتيت الحصوات بالليزر وغيرها زرع النخاع الشوكي يعني حاجات يعني ان شاء الله يعني تكون خدمات كثيره جدا انا مش هتسع بيها المقام ولا الوقت ان اقول لحضرتك ان في حاجات كثيره جدا اتعملت في المنوفيه احنا معاك يا فندم هي مش لوحدي على فكره يعني عايز اقول لحضرتك اذا كان المحافظ بيبذل مجهود فاذا لم تكن القياده السياسيه ومن قبلها توفيق ربنا سبحانه وتعالى تدعم ذلك وتدفع به مش هيقدر يعمل حاجه فالحقيقه هي كانت منظومه برضو الجيش رم المدارس عمل المستشفى زي ما بقول حضرتك بينشئ المعاهد الثلاثه في خلال عام 2017-2018 يكونوا انتهوا ان شاء الله تعالى ودخلوا الخدمه حاجات كثيره جدا اتعملت في خلال الفتره دي رصف طرق ماشي قد يكون املنا واحلامنا اكتر من اللي عملناه بكتير وقد يكون المواطن يستاهل اكتر من كده بكتير لكن في حاجات اتعملت على ارض الواقع كثيره جدا في منافذ للقوات المسلحه انشاناها من شهر 12/2015 في مدينه شبين الكوم العاصمه وفروع لها في كل مركز بل ودخلنا بعض القرى لتوزيع السلع الغذائيه اللي عملت توازن في السوق
الحقيقه حاجات كتيره جدا اتعملت خلال الفتره دي. ما نقدرش نغفل يعني دور ان الدوله كانت الاصل فيها المحافظ جزء من المنظومه فقط. اكيد هو لازم زي ما حضرتك ذكرنا كده ان لازم تكاتف الجميع من اجل ان احنا نصل للهدف المنشود وهو الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن في محافظه المنوفيه. طيب انا هستاذن حضرتك فندم نطلع فاصل ونرجع لحضرتك نكمل حوارنا وحديثنا الشيق مع حضرتك. استاذنكم نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. بكم أعزائي المشاهدين من جديد، بنستكمل حوارنا وحديثنا مع محافظ المنوفية الأستاذ هشام عبد الباسط. برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا بيك. في إطار محاربة حضرتك للفساد وإطار محاربة المحافظة في الفساد، عرفنا أن كان في قضية شهيرة جدا لسه منذ أيام قليلة، هي قضية القمح الأوكراني الفاسد اللي حضرتكم قدرتوا أن أنتوا تمسكوا هذه القضية، وكان هناك بيقدر تقريبا بحوالي 90 مليون جنيه. عايزين نعرف تفاصيل القضية دي ووصلت لحد فين. هو الحقيقة يعني قضية القمح الأوكراني هي كانت تم التحفظ على هذه الكمية من فترة في أحد الشركات بمدينة السادات، وتقرير الصحة قال إن القمح غير صالح للاستهلاك الأدبي بالكامل، وجود فيه حشرات وديدان ويعني غير صالح خالص. الحقيقة أنا عارف إن فعلا في قضية بهذا الشكل، وتم التحفظ على هذه الكمية من حوالي شهر ونص أو كده تحت تصرف قرارات التحقيق. فالحقيقة إخواننا الأعزاء في هيئة الرقابة الإدارية أبلغوني وأنا في جولتي، كنت في جولة مفاجأة في مدينة السادات، نزلت أمر على الأسواق والجهات الحكومية المختلفة، أنا دايما بعمل جولات حركة مفاجأة كويس على الجهات بالكامل، أطمئن على سير العمل في منشآت الخدمية، وأطمئن على الأسواق وتوافر السعر الغذائية بأسعارها وما إلى ذلك يعني. فعندما أبلغت، أنا كنت في مدينة السادات الحقيقة من الزملاء الأعزاء في الرقابة الإدارية، أبلغوني أن في معلومة بكذا كذا، فأمرت بتشكيل لجنة فورا مكونة من التفتيش والمتابعة اللي كان مصاحب ليا في هذا الوقت، والتموين برضو كان مصاحب ليا في هذا الوقت بطبيعة الحال، لأن كنت بفتش على توافر السلع التموينية، وانتقلوا بالفعل للمطحن. المعلومة كانت بتقول إن هناك كمية فقدت من هذا الحرز نتيجة إن هم يعني طبعا احنا مش عارفين هم طحنوها، عشان أكون صادق برضو طحنوها بالفعل وراحت للناس وهو حرز، ولا هم اختلسوها وباعوها، لأن الحرز أصبح بأمانة في يد من اؤتمن عليه، لأنه حرز خلاص وهو غير صالح للاستهلاك الأدبي بالكامل. فانتقت اللجنة بالفعل، وأنا لسه موجود جوه المدينة، واتصلوا بيا قالوا لي فندم الراجل بيقول إن في 2000 طن تم غربلتهم. طب غربلتهم ليه طالما إن هو حرز؟ بتعليمات من الصحة. طب ازاي غربلهم؟ فاكتشفت ثلاث حاجات. اول حاجة ان عندما تم التحفظ على هذه الكمية، الاخ القائم بالتحفظ ما قامش بتشميع ماكينات الشفط بتاعة المطحن، وده معناه ان ممكن يطحن في اي وقت وهو ما حطلوش اصلا شمع، ما شمعش. فطبعا دي اول حاجه مش قادر اجزم بقى اذا كانت عن سوء قصد ولا عن نيه ويعني سيئه، دي ما اقدرش اجزم بيها، دي ان هو يعرفها ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا عندي القدر المتيقن ان هو سهل التلاعب بهذا التصرف. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الراجل في اقواله اللجنه قال لهم احنا اعدمنا او يعني غربلنا واعدمنا فيما بعد 2000 طن. طبعا الحاجه الثانيه ان هو عشان يعدم 2000 طن، ودي كميه كبيره جدا، حتى لو كانت تم غربلتها واعدامها، يجب اعاده تحريز نفس الكميه مره اخرى ناتج الغربله، علشان دي باقي الحرز. طب هي الباقي الحرز فين؟ لا مش موجود. طيب في حاله الاعدام والغربله لابد ان يكون هناك محاضر. الحاجه الثالثه، هات لنا الاعدام بقى، فجاب لنا محاضر بإعدام طن واحد من الـ2000 طن.
طب هل لديك محاضر اخرى؟ لا ما عنديش محاضر اخرى. طيب يبقى اذا القضيه بالنسبه لي كده مكتمله. فعملنا المحضر بالفعل وخلينا هذا المدير المسؤول يقر بانه لا يوجد لديه محاضر اخرى غير التي قدمها للجنه التفتيش المفاجئ عليه علشان بعد كده ما يصطنعش محاضر جديده ويقول دي كانت عندي. واقر بذلك فاصدرت ثلاثه قرارات سريعه. اولا تشميع المخزن تماما وتشميع منافذه بالكامل علشان ما يحصلش تلاعب بقى في الكميه، لان احنا بقى فوجئنا بحاجه ثانيه نسيت اقولها لحضرتك ان هو الكميه اللي باقيه اللي هي المفروض 14000 طن، لان الكميه كلها كانت 16800 طن. هو بيقول انا غربلت 2000 من دول. طب ال 14800 دول انا مش قادر اقف عليهم هم 14800 ولا لا؟ اولا انا مش متخصص او اللجنه اللي رايحه مش متخصصه تعرف اذا كان هم كده ولا لا. ثانيا هو قام بتقطيع الاسلاك وقطع الكهرباء عن المكان، وبالتالي ما يعني حتى الرؤيه بالعين المجرده مستحيله، وبالتالي خلاص ما فيش مشكله. اولا يتم غلق الشركه بالكامل وتحريز هذه الكميه عن طريق ان انا هتحفظ على البيبان وعلى الشبابيك وعلى كل المنافذ اللي ممكن يخرج منها حاجه. دي واحد. اتنين احلت المحضر للنيابه. ثالثا امرت بوجود حراسه مركز الشرطه لحين النيابه بتاخذ قرارات. الحقيقه النيابه برده كانت سريعه جدا، ودي بشكر فيها السيد محمد العام الاول للنيابات النوفيه. راجل شكل لجنه فورا من المطاحن وغيرها، وان شاء الله هتنتقل خلال يوم او اثنين من النهارده وتبتدي حصر الكميات دي. لكن القدر المتوقع من الجريمه هي ال 2000 طن اللي هو اتصرف فيها. طب يا فندم، زي ما حضرتك ذكرت لنا ان حضرتك كنت بتاخد جوله على مختلف المنافذ، من خلال جوله حضرتك اصدرت قرارات بغلق تقريبا اكثر من 100 منشاه تجاريه كانت مخالفه تقريبا. لا هو ما فيش غلق، ولكن احنا حررت محاضر اوان في كذا حاجه حصلت في الجوله دي بالذات تحديدا. انا على فكره دي مش اول جوله، لكن الجوله دي كان فيها شيء يعني لحد ما استفزني شويه. ان في المدن العمرانيه الجديده كلها تلاقي المناطق التجاريه مجمعه في مكان واحد، نعم، على عكس المدن القديمه اللي زي شبين وزي اشمون وزي تلا. تلاقي ممكن الاماكن مختلفه، يعني ممكن هنا محل هنا محل. لكن المدن العمرانيه الجديده فيها نوع من التنظيم، فبتبقى دايما الاسواق فيها مجمعه. فلما دخلت السوق المجمع فوجئت طبعا بصرف النظر ان في طبعا محاضر عدم اعلان السعر وانتهاء صلاحيه وعدم ترخيص، كل ده اتخذ فيه اجراءات، وفي حاجات اتغلقت فعلا بس مش ال 111 يعني، لكن المحاضر اللي حررت 111، لكن في حاجات قفلت طبعا بس مش فاكر الرقم تحديدا قد ايه يعني. انما الحاجه اللي استفزتني ان مثلا لقيت شركات منتجه سكر، هي شركه واحده باسم فلان الفلاني، والشركه دي تقريبا هي اللي منزله لكل الاسواق التجاريه بمدينه السادات. شيء جميل برضه ما فيش اي مشكله فيه، لكن المحل ده بيبيع كيلو السكر ب 12، والمحل الملاصق ليه مباشره بيبيع كيلو السكر ب 14، والمحل الملاصق ليهم مباشره بيبيعوا ب 15. دي مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ده انا لقيتها في حوالي مثلا 40 او 30 محل من اللي مريت عليهم. فلقيت حاجتين بقى. اول حاجه ان مفيش اعلان عن السعر، نعم، فغالبا بيحصل ان لما بيدخل المواطن جوه بيفاجئ بالسعر اللي حطه التاجر، وما بيبقاش قدامه حل غير ان هو يشتري. احيانا بعض المواطنين تقول لبعض على فكره فلان بيبيع ارخص شويه، فتيجي تلاقي محل عليه تكدس من المواطنين كان المحل ده يعني بيبيع حاجه بلاش. طب ليه ده كده؟ عشان ده بيبقى ارخص شويه. فطبعا ده شيء مستفز جدا جدا جدا. فطلبت الفواتير، لقيت 80% من الفواتير جايه في يوم واحد وبسعر يعني 10 جنيه للكيلو. طيب اذا انت ليه هذا التباين؟ وليه؟ فقلت طيب ماشي، اصدرت قرار بغض النظر عن المحاضر اللي عملتها ان اي محل او سوق تجاري او مجمع لا يعلن عن سعر السلع
في يغلق 3 أشهر. ولو فك الحرز بتاع الإغلاق هلغيله ترخيص. بعض الناس شافت ان القرار ده قوي شويه او انه يعني صعب. قرار عنيف شويه. انا مش شايف كده خالص. انا شايف ان حضرتك لو تاجر ملتزم وراجل يعني بتلتزم ووطني انت ما حدش منعك من الربح، ولكن الربح يكون في اطار القانون. وما حدش منع حضرتك ان انت تعلن عن سلعتك. طب ليه انت بتعلنش عن سعر السلعه؟ ما هو عدم الاعلان عن سعر السلعه يخلي في بلبلة في السوق، محلات بتبيع بسعر وتضارب ومحدش عارف ده بيبيع بكام وده بيبيع بكام، ويتعللوا ان مفيش تسعيرة جبرية. فيمكن دي اهم القرارات اللي اخذتها في الجوله يعني. طب يا فندم، من ضمن القرارات برضو اللي حضرتك اتخذتها مؤخرا هي عمليه حصر اراضي الدوله غير المستغله لاقامه العديد من المشروعات التنمويه عليها. عايزين نعرف حجم هذه الاراضي دي ايه؟ لا، هو ما نقدرش اقول لحضرتك حجم الاراضي دي، متناثره بين اعضاء بين قصدي مدن المحافظه بالكامل. لكن ده لما عملناه قدرنا ننشئ المستشفى العسكري اللي بقول لحضرتك عليها. ده لما عملناه قدرنا ننشئ مبنى لاول مره لمجلس الدوله، ما كانش عندنا محاكم مجلس دوله داخل محافظه المنوفيه بالكامل، وتم تخصيص جزء كبير ليهم، ودلوقتي هم فعلا في طور البناء. فكان عندنا مشكله ان كل قرارات الهدم والازاله والتعليه وما غيرها لما بيحصل عليها طعن، بيحصل عليها طعن في القاهره، وده شيء صعب جدا على المواطن طبعا. وطالما ان ممكن متاح ان احنا نعمل مجمع لمحاكم مجلس الدوله هنا، وفعلا ده بنعمله دلوقتي، ده اتاح لنا ان احنا نعمل نخصص ارض للنيابه العامه لعمل مجمع للعداله، وده ان شاء الله هيتم يعني انشاؤه في العام اللي احنا فيه، علشان احنا عندنا في حاجات ناقصه، كان في بعض التخصصات في النيابه ناقصه الحقيقه، بالتنسيق مع السيد المحامي العام الاول والتنسيق مع السيد النائب العام هينشا هذا المجمع. حاجات كثيره جدا تم انشائها من الحصر اللي حضرتك بتقول عليه ده، اللي هو حصر اراضي الغير مستغله. انشانا مدارس كثيره جدا الحمد لله رب العالمين. احنا دخلنا الخدمه السنه دي 22 مدرسه، وده يعني حاجه طيبه جدا. ومنتظر ان شاء الله ان عام 2017 يدخل اكتر من 30 مدرسه برضو السنه القادمه دي 2017 ان شاء الله تعالى. ده طبعا ادى الى القضاء بنسبه 80% عن مشكله الكثافه. يعني 2017 هتبقى المشكله دي اتحلت 80% منها، يعني دي مشكله كانت قائمه كبيره جدا، مشكله الكثافه في وسط الزياده، لان عدد المدارس قليل ومحافظه المنوفيه اصلا محافظه ما فيهاش اميه، يعني تعليمها عالي جدا ونسبه سكانها عاليه، يعني ونسبه سكانها عاليه فعلا زي ما حضرتك بتقول عدد سكانها كبير. فدي الحمد لله يعني مش محطات صرف صحي، محطات ميه، حاجات كتيره جدا جدا، مراكز الشباب، حاجات كتيره جدا يعني ربنا اكرمنا بالحصر ده. تطوير المنطقه الصناعيه وصل لحد فين يا فندم؟ المنطقه الصناعيه بقى وصلت. لا، المنطقه الصناعيه في أوسنا دي كانت قصه كبيره جدا. المنطقه الصناعيه في أوسنا انا لما جيت لقيت الحقيقه المنطقه الصناعيه في أوسنا المرحله الرابعه فيها هي 113 فدان متوقفه منذ عام 2008 لسببين. السبب الاول ان مفيش تمويل يكفي، والحاجه الثانيه ان قيود الارتفاع التي كانت مفروضه 6 متر ارتفاع للمصنع، طبعا ده شيء صعب، 6 متر دي صعب. فلقيت طبعا المنطقه الصناعيه رصيدها صفر من الاموال، و يعني اتصرفت حاجات تانية ما كانش في محلها يعني. فقلنا لا، يعني لازم نحل المشكلتين دول عشان يبقى عندي ايدي عامله، عشان يبقى عندي اقتصاد يقوم وينهض، عشان يبقى عندي فرص عمل مباشره وغير مباشره. طب نحلها ازاي؟ فاولا يعني القوات المسلحه لسه بقول لحضرتك هي يادهم تبني ويادهم تحمل السلاح، هي كانت قيد ارتفاع عشان المطار. الحقيقه اتكلمت مع السيد رئيس هيئه العمليات ومع الزملاء في القوات المسلحه، وكالعاده حسهم الوطني العالي جدا، ادوني قيد الارتفاع 15 متر. مجرد ما ادوني هذه الموافقه فانفرج باب الامل، لان طبعا حضرتك عارف ان لما يبقى قيد الارتفاع قليل يخلي التوسع كله افقي، وده يخلينا نستهلك مساحات ارض كبيره. نعم. في المصانع. نعم.
انما التوسع الراسي بيعدل هذه الكفه. وخاصه الصناعات بتاعتنا اللي موجوده في المنطقه الصناعيه كثيفه العماله، ولكن مساحات المصانع تتراوح ما بين 2000 او 3000 متر. انما عندما يكون التوسع افقي يصل التوسع ده بارض تصل الى 10000 و15000 متر، فتبقى عدد المصانع اللي هتتعمل في المنطقه الصناعيه في هذا الوقت اذا لم نستطيع ان ناخذ قيد الارتفاع اللي احنا قدرنا الحمد لله ناخده من جيشنا الواعي، كان هيبقى 20 30 مصنع مش اكتر من كده. وطبعا ده معناه ان تكلفه الارض هتبقى غاليه جدا طبعا. عشان توصيل المرافق لها طبعا، وهتقلل الامل والحلم في الدفع الاقتصادي وتشغيل الايدي العامله. فالحمد لله القوات المسلحه وافقت على ذلك زي ما بقول لحضرتك 15 متر، وده اداني الامل. وافقت في شهر 12 2015، ومجرد ما وافقت بدات افكر في حل جديد او ابتكاري، على اعتبار ان احنا ما عندناش اصلا تمويل زي ما قلت لحضرتك ان كان في المنطقه الصناعيه فلوس ولكن صرفت في غير محلها. طب ازاي نقوم المنطقه الصناعيه من جديد، لان انا عندي المخطط بتاعها هيوصل ل 170 او 180 مصنع. المصنع المتوسط بتاعه من 500 ل 600 ل 700 عماله، احنا بنتكلم في حوالي من 30 ل 40 الف فرصه عمل هتيجي للمنوفيه دي اللي انا محتاجها، او اقتصاد هيقوم وفرص عمل غير مباشره من توكيلات وسيارات بتنقل، يعني حاجات كتيره جدا جدا جدا. طب ازاي نعمل ده؟ فالحقيقه اتفقت مع زميلي العزيز المهندس طارق قبيل وزير الصناعه، وعملنا انا وهو حاجه جديده خالص، بان وزاره الصناعه هي اللي تتولى ترفيق هذه الارض لان المحافظه ما عندهاش فلوس ترفقها، مع هيئه التنميه الصناعيه مع الاخ العزيز اللواء اسماعيل عبد الجابر. وبالفعل المنطقه الصناعيه دلوقتي تم ترفيق مثلا يعني لحد اخر نسبه كانت معروضه عليها الشهر اللي فات 69%، في خلال عام 2017 هتكون تمت تماما، وتكون بدايه المصانع بنائها عام 2018، والمده بتاعت بناء المصانع دي بتبقى من 6 شهور لسنه كاقصى تقدير. هيبتدي بقى هيبقى فيه انفراجه كبيره جدا، ايدي عامله كثيره جدا، اقتصاد بيضخ فيه اموال، استثمار يعمل. ودي يمكن من اكبر الحاجات اللي انا واجهت فيها عقبات في حلول يعني محتاجه تفكير اكتر منها محتاجه قرار. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقني برضه بتعاون القوات المسلحه وبتعاون الزميل العزيز المهندس طارق قبيل وزير الصناعه، الحمد لله قدرنا نعمل ده الحمد لله. الحمد لله طبعا جهود بتشكروا عليها القوات المسلحه هي اللي بتنقذنا وقت الازمات طبعا. ربنا يحرس جيشنا ان شاء الله. انا طبعا بشكر حضرتك وبستاذن حضرتك، هروح فاصل وارجع لحضرتك مره ثانيه نستكمل حوارنا وحديثنا ومشاكل المواطن في محافظه المنوفيه. شبابها ستحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، بنستكمل حوارنا وحديثنا الشيق مع سياده محافظ المنوفيه هشام عبد الباسط. سياده المحافظ برحب بحضرتك مره ثانيه. جهود طبعا حضراتكم بتشكروا عليها قمتوا بيها في فتره وجيزه منذ ان حضرتك توليت في خلال سنتين تقريبا. عرفنا برضو من ضمن الحاجات اللي بيطالب بيها المواطن في محافظه المنوفيه مول العاصمه، مول العاصمه عايزين نعرف والمواطن بيسال عليه النهارده وصل لحد فين. هو مشروع اتعمل الحقيقه في شويه حاجات غلط في يعني في الاجراءات وحاجات زي كده. تولت النيابه العامه التحقيق بشانه. ايه بقى الغلط اللي كان يعني في في التصميم ولا لا؟ اسمح لي، لا ما فيش حاجه في البناء يعني. اسمح لي ان احنا نقول ان احنا القضاء الشامخ خلينا يعني نتوقف عند اي شيء مطروح امام هذا الصرح الجليل اللي هو القضاء، فهي فيها يعني مخالفات يعني وخلاص راحت النيابة والنيابة بتحققها دلوقتي. إنما الحقيقة احنا استأذنا النيابة، وبرضو نرجع لجيشنا العظيم تاني. اتكلمت مع القوات المسلحة
والقوات المسلحة تلقت ذلك برضو بالترحيب ان احنا نعمل مكان او المول ده يعني نستغله يبقى جهاز خدمة وطنية متكامل به جميع السلع اللي بيحتاجها المواطن، بداية من السلع الغذائية والأدوات المكتبية ومنتجات القوات المسلحة من المصانع الحربية من أدوات كهربائية وسلع معمرة وخلافه. وإن شاء الله يعني خلال عام 2017 هيكون تم استلام هذا المول من القوات المسلحة وتشغيله كجهاز متكامل لخدمات المواطنين، ودي تبقى يعني إنجاز كبير جدا لأن المواطن القوات المسلحة هي علامة الجودة بالنسبة له، وهي بتقدم له خدمات كبيرة جدا 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 ومتميزة جدا جدا ولا تبتغي لا جزاء ولا شكورا. فالحقيقة إن شاء الله هيبقى كده، وهيبقى إن شاء الله يعني حاجة، ده هيبقى فيه حتى تجهيز العروسين من المصانع الحربية من أثاث وأدوات كهربائية وأدوات مكتبية وبقالة وخضر وفاكهة، فإن شاء الله هيبقى يعني حاجة طيبة جدا وتحقيقه في النيابة زي ما ينتهي بقى زي ما ينتهي. طب يا فندم، الأهالي كانوا بيطلبوا من حضراتكم تطوير طريق مصطاي الرملي كفر الأكرم، ما بيقولوا إنه بقاله تقريبا فترة طويلة ما تمش رصفه، إيه اللي ممكن حضراتكم تقدروا تعملوا في الطريق؟ لا الحقيقة موضوع الطرق بالذات، لا احنا انا جيت المنوفيه لقيت شبكه الطرق متهالكه تماما ودي حقيقه، وفترات الرصف متباعده جدا، والطرق اللي تم او طرق عليها تغييرات نتيجه المرافق التي اضيفت لها كتيره جدا جدا جدا، فمش هقدر اكلم حضرتك عن ده لان يعني انا عشان اكون صريح مع حضرتك، شبكه الطرق المنوفيه عايزة يعني إحلال كامل. إحنا نجحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نطور فيها كتير، لكن مش هو ده المأمول برضو، يعني مش هو ده المأمول، إحنا عندنا أحلام أكبر من كده وأمل أكتر من كده، سواء أنا أو من يتلوني، فهي أصبحت سياسة الدولة، وسياسة الدولة في هذه المسألة برضو واضحة إن أنت من ضمن الأهداف الحيوية بتاعت حضرتك الطرق، فأنا نفذت عدد كبير جدا من تطوير طرق وإنشاء طرق وإعادة تأهيل طرق، لكن برضو مش ده حلمي، يعني أنا عايز أكتر من كده، وبرضو الدولة حلمها أكبر من كده، لكن لسه قدامنا شوية، لكن إن شاء الله يعني أكيد هيطول التطوير يعني إن شاء الله. حضرتك فندم بتدعموا المشروعات الاستثمارية بشكل كبير جدا في محافظة المنوفية، عايزين نعرف من حضرتك إيه هي أهم المشروعات الاستثمارية اللي هتتم في الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ المنطقة الصناعية اللي قلت لحضرتك عليها ده أهم مشروع بالنسبة لي، لأن إحنا طبعا بنتكلم في حوالي 180 أو 190 مصنع، بنتكلم في 30-40 ألف فرصة عمل، دي هتبقى طفرة بمعنى كلمة طفرة، وده كان هدف بالنسبة لي. أنا دايما أقول إن الدولة أهم حاجة في أمر الاستثمار أن تهيئ مناخه، إذا هيأت ذلك المناخ هتنطلق، يعني الدولة لا تعرض نفسها أن هي تستثمر، الدولة تقدم خدمات، ومن ضمن هذه الخدمات أن تهيئ مناخ الاستثمار، وده الحمد لله قدرنا بقول لحضرتك نعمله في المنطقة الصناعية، يمكن ده أكبر حلم ليا في الاستثمار، إن أنا فعلا يعني المنطقة دي حتى لو أنا مش محافظ في وقت ما هي تكون تمت، هكون أسعد الناس لو ربنا كان مديني العمر في وقتها، إن أنا هبقى سعيد إن منطقة توقفت منذ عام 2008 حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها دلوقتي، ثم انطلقت مرة أخرى وهيتعمل فيها مصانع وفي اقتصاد سيضاف إليه وعمالة تدخل الخدمة وفرص عمل غير مباشرة، ما فيش أكبر من كده حلم بالنسبة لي في الاستثمار في محافظة المنوفية. دور النواب فندم، دور النواب المحافظة، هل هناك تعاون ما بين حضراتكم ما بين النواب؟ الحقيقة السادة النواب أعضاء البرلمان في محافظة المنوفية ناس على وعي عالي جدا، الحقيقة بيتعاملوا في كل قضايا المحافظة بتعاون أنا شايفه كبير جدا جدا، إحنا صلح مع بعض، الحاجة اللي أقدر أعملها بقول أنا هعملها، والحاجة اللي مش هقدر أعملها بقول لهم مش هينفع تتعمل عشان كذا وكذا وكذا وكذا، هم بيتفهموا الدور ده،
يعني ناس افاضل وناس محترمين وبيأدوا لدوائرهم خدمات جليله وبيحاولوا كل يوم ان هم يضيفوا للدوائر دي سواء من خلال التواصل معايا او من التواصل مع الزملاء الاعزاء الساده الوزراء او التواصل مع السيد الفاضل رئيس مجلس الوزراء. طب هشام بيسأل حضرتك دوركم طبعا في ازاله القمامه في محافظه المنوفيه، الاهالي كانوا بيطالبوا بالاهتمام بمقلب القمامه في كفور الرمل في اويسنا وبيطالبوا ان يبقى في مصنع لتدوير القمامه، ايه اللي تقدروا تعملوه في هذا المجال؟ الحقيقه دي انت حضرتك طبعا دخلت المحافظه النهارده واكيد انت ملاحظ ان الحمد لله ان المحافظه يعني نظيفه افضل بكتير نظيفه بكتير، لكن مش هو ده الامل برضه. في مشكله كبيره جدا ورثناها من زمان شويه اللي هي المقالب العموميه، ودي مش بقى كفور الرمل بس، لا ده كفور الرمل وعندي ابو خريطه هنا في شبين الكوم، يعني كارثه من سنه 83 وهو منشا يعني مر عليه ازمان وعمر وكده. الحقيقه احنا دلوقتي يعني عندنا امل كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى، احنا متعاقدين دلوقتي او بنتعاقد في الوقت اللي حضرتك بتكلمني فيه مع قواتنا المسلحه بعمل منظومه جديده لانشاء عدد من مصانع القمامه زي ما حضرتك بتقول كده للتدوير لاعاده التدوير، وبنعمل منظومه جديده للجمع المنزلي والفرز هتشترك فيها القوات المسلحه واحدى الشركات الصينيه، يعني ان شاء الله يمكن نبدا في شهر 4 المقبل هذه المنظومه، ومن اول هذه المنظومه اول اهدافها ازاله المقالب الحاليه في جميع مراكز المحافظه، وده اول طلب طلبته لان انا ما كانش عندي امكانيات ان انا اقدر ازيل كل هذه المقالب، مش كفور الرمل بس، ده كفور الرمل وابو خريطه واشمون وتلا ومنوف والباجور، تقريبا كل المراكز فيها نفس المشكله دي في المدن الزمنيه تتراوح من 30 ل 40 سنه، فكان الامر يحتاج الى يعني امكانيات اكبر من امكانياتي انا كمحافظه. الحقيقه لم تقصر وزاره البيئه في هذا الامر ولم تقصر القوات المسلحه في هذا الامر، يعني ان شاء الله تكون في اخبار صارت بدايه من شهر 4 القادم ان شاء الله يبقى في حاجه يعني في الموضوع ده ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا يعني جهود حضرتك للاهتمام في المنظومه الصحيه زي ما حضرتك قلت بالتعاون مع قواتنا المسلحه بانشاء مستشفى وثلاث معاهد صحيه ان شاء الله. برضه الاهالي كانوا بيطالبوا فندم بتطوير مستشفى ويسنا انها يتم استقبال الحوادث يبقى فيها تخصصات اكبر، بالاضافه ان هم كانوا بيطالبوا باسعاف طائر في مطار ابو نهس، ايه اللي حضراتكم ممكن تقدروا تعملوه برضه في المجال ده؟ بالنسبه لمستشفى ويسنا، مستشفى ويسنا تعتبر معقوله يعني لا هي بتستقبل حوادث طبعا بتستقبل حوادث وبتستقبل يعني وعلى فكره مستواها تحسن كثيرا ماشي، برضه هقول لحضرتك مش ده المأمول لكن هي تحسنت يعني انا عايز اقول لحضرتك ان مستشفيات المحافظه كلها في خلال العامين دول اتحسنت، مش انا اللي حسنتها برضو يعني عشان بس ما نسيبش فضل لنفسي ما حصلش، لكن انا كنت جزء من منظومه ساعدتني فيها الاخت العزيزه الدكتوره هناء سرور وكيل وزاره الصحه، ساعدني فيها وزراء الصحه المتعاقبين ان هم يدعموني، ساعدني فيها النواب اعضاء مجلس النواب الموقر في دوائر كثيره سعوا انهم يجيبوا يعني اعتمادات اضافيه للمستشفيات، وانا بشكرهم الحقيقه من خلال برنامج حضرتك الكريم على هذا. حضرتك سالتني عن دور النواب وبتقول لي النواب المنوفيه، النواب المنوفيه ناس على وعي وناس على احترام وناس على تقدير وقدموا كتير جدا للمنظومه العامه في محافظه المنوفيه وساعدوا المحافظ في حاجات لابد ان نعترف بها، وجالنا دعم كتير جدا المستشفيات انا من ناحيتي وهم من ناحيتهم ووزير الصحه من ناحيته، لا في تحسن كبير جدا، المواطن كمان ليه دور كبير جدا، المواطن على فكره الحقيقه برضو انا عايز اقول لحضرتك ان المواطن المنوفي ما بيسكتش على حقه خالص، اكيد المواطن المنوفي بالذات لا يسكت على حقه ابدا، فتلاقيه يطالب بيه بكل ما يملك من قدره، فدي برضو كانت بتوصل لنا معلومات احيانا في تقصير طبي وكنا نهتم بيه جدا، حق لو بتتابع تلاقي ان في ناس كتيره جدا اتخذ اجراءات معاهم في النيابه العامه وتوقفوا عن عملهم، كان سبب ده مواطنين انه بيبلغ عن حالات من الاهمال والفساد، بيبلغ عن تقصير وتراخي عن اداء واجبات الوظيفه في مستشفيات، فده شيئا فشيئا تحسنت الخدمه، تحسنت كثيره ومنها مستشفى ويسنا، لكن هل هي وصلت للمأمول؟ لا ما نقدرش نقول وصلت للمأمول، لكن وصلت لنسبه
معقولة عشان يبقى اللفظ بتاعنا دقيق شوية، معقولة. تمام، وإن شاء الله يبقى فيه مزيد إن شاء الله. الله. إن شاء الله من التقدم. وطبعا حضرتك يعني قيادة من القيادات الشابة الدولة بتعتمد عليهم، وأنت حضرتك قايمين بإجراءات كويسة في هذا المجال. نتمنى كل توفيق لحضرتك إن شاء الله وكل المحافظين إن شاء الله. بشكر حضرتك هشام بي، شكرا جزيلا على وقت حضرتك ومتسع من الوقت، وإن شاء الله ضيف عزيز دايما معنا إن شاء الله. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ودي كانت حلقتنا النهاردة من محافظة المنوفية. إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.